العالم اليوم أيها الأحبة هناك إشارة له في كلام حبيبكم عليه الصلاة والسلام، يقول إن من أشراط الساعة أن يفشو المال وتفشو التجارة. ما معنى يفشو المال؟ نقول مرض يتفشى ينتشر بغزارة بكثرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول من أشراط الساعة أن يفشو المال، ما معنى يفشو المال؟ نحن اليوم أحبتي في الله نرى المليارات في أيدي الناس، نرى الملايين في أيدي الناس، هذه العملة الورقية التي تفشت بهذا الشكل لم يكن يتخيله أحد. كيف تخيله حبيبكم عليه الصلاة والسلام؟ في الجزيرة العربية الذي كان يملك مثلا 1000 درهم أو يقال 1000 درهم، يعني مليون كان رقما خرافيا في ذلك الوقت، اليوم أصبح المليون رقما عاديا. طيب كيف علم حبيبنا في هذا الحديث الذي رواه النسائي أن التجارة ستفشو والمال سيفشو، ستنتشر التجارة؟ اليوم التجارة هي عصب الاقتصاد العالمي. من أين جاء بهذا العلم؟ في رواية ثانية يقول حتى تشارك المرأة زوجها في التجارة. أصبحت اليوم النساء لها كلمة ربما أهم من الرجل في كثير من القرارات الاقتصادية أيها الأحبة. هذا الأمر لم يكن معلوما في الجاهلية ولم يكن أحد يستطيع أن يتنبأ به. إذن هذا الحديث هو إثبات مادي ملموس على صدق هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.